نخش بقى على الموضوعين اللي مأثرين او يعني مسيطرين على الشارع الرياضي والشارع الكروي بشكل كبير جدا، وهو رمضان صبحي وكهرباء. دايما الناس قعدت فتره كده في مواضيع مش لاقي فيها خطأ، فالناس كلها كانت دايما على السوشيال ميديا وفي تعليقاتها بص اي موضوع امسك لنا في حد، يعني هات لنا حد يقول ده اللي غلطان ده اللي غلطان خلاص. فخدت عهد على نفسي ان انا هشتغل مترجم شاشه، يعني اللي على الشاشه بما يرضي الله هقوله، يطلع الغلط هنا مره يطلع الغلط هنا مره، ما هو ده الحال. انا وقفت هنا وكان الحقيقه يعني الناس في الاهلي كانوا زعلوا وكانوا كلموني ووضحوا لي، قلت لهم والله دي اخبار عندي ان رمضان عنده 3 عروض، منهم عرضين من مصر وقلت وممكن اعيد الفيديو ان رمضان قراره مش في ايده بس، رمضان قراره كمان في ايد ناديه بره. وبالفعل الزمالك تقدم بعرض ونادي بيراميدز تقدم بعرض. انا بس عايز الجمهور هنا يفصل ما بين حاجتين ويستوعب حاجتين، لان انا شايف المشهد بقى يعني غريب شويه. اكيد الجمهور بيتضايق من رحيل اي لاعب بيحبه، ده عرف في الاهلي في الزمالك في اي مكان، يعني اكيد جمهور الاهلي متضايق من رحيل رمضان اكيد ما فيهاش كلام، واكيد متضايق من رحيل فتحي، واكيد زعلان ان شريف مشي لعيبته اللي بيحبها، واي لعيب كبير في الاهلي بيبطل الجمهور اكيد بيبقى متضايق برضه. ولكن دايما لازم نشرح القصه او نشرح الموضوع شكله عامل ازاي، وكل واحد النهارده يبحث عن ايه. ما يخص رمضان عشان بس الامور تبقى واضحه، لان انا يعني كنت اتكلمت جملتين كنت جايب مصدرهم، غير كده ما بجتهدش. رمضان في موضوعه عنده الاسباب الكثيره اللي هو هيعلنها. يعني انا امبارح يعني كنت في جلسه معاه وقعدنا اتكلمنا وقال لي انا في الوقت المناسب انا هعرض المشوار كله مشي ازاي، واي حاجه بتسمعها او حي اي حاجه يعني بيبقى فيها اجتهاد يعني مش موجوده. اذا موضوع رمضان او اسبابه او مبرراته عنده وهيعلنها، هو اللي هيعلنها بطريقته، عشان بس ايه ما اقولش حاجه تبقى عكس وتبقى هو اللي عنده القصه وهو اللي عنده الموضوع وهو اللي عنده الخلطه كلها بتاعت القصه. وربما ان في الساعات القادمه يكون هناك عقود او عروض اخرى لرمضان. رمضان النهارده واحنا بنتكلم حالا دلوقتي مع 5 عروض. رمضان دلوقتي مع 5 عروض. دي مفاجاه مدويه محدش في مصر يعرفها. يعني دي حاجه من مصدرها، واحنا بنتكلم دلوقتي رمضان صبحي عنده 5 عروض بيختار ما بينهم. لا هقول ايه الخمس عروض ولا هقول هو هيختار ايه. وخلال ساعات رمضان هيختار سكته او هيختار هو رايح فين. عنده اسبابه، عنده مبرراته، عنده الحاجات اللي هيعلنها اللي تخص جمهور النادي الاهلي، لان هو ده المهم بالنسبه له، هو ده اللي هو هيوجه له الرساله وهو ده اللي هو هيكلمه. اذا الجيم اهو، انا جيت في يوم من الايام وقفت هنا قلت لكم في بيراميدز وفي الزمالك في الجيم، وناس بيراميدز بتقول ايه ازاي، قلت لكم والقرار مش بس قرار وفي نادي كمان بره، يعني الامور شائكه. رمضان ارقامه سخنت بالبلدي كده وسعره ولع. رمضان ارقامه سخنت وسعره ولع، وفي مصر في اكتر من عرض، وبره في 3 عروض والارقام كبيره. هيعمل ايه؟ هيختار ايه؟ هيعلن عن مبرراته؟ هو اللي هيعلنها في التوقيت اللي هو شايف ان هو صح بكلام، عشان ما نقولش حاجه يمين ولا حاجه شمال. جمهور النادي الاهلي في هذه المساله بقى، جمهور النادي الاهلي ابتديت اقرا الايام اللي فاتت لقيت الجمهور مش مستقر،
يعني زعلان من رمضان، زعلان من إدارة الأهلي. الخطأ عند مين؟ ليه ما جددناش بدري؟ الموضوع مشي إزاي؟ بص، في شوية حاجات أنا سمعتها عشان بس نخلص من القصة دي سريعا، لأن أنا دايما ما بحبش أقف عند أي أزمة وأي قصة. في ناس مبدئيا خرجوهم من الجيم عشان الأمور تبقى واضحة بمنتهى الصراحة. في ناس أي حد من الجمهور أو من السوشيال ميديا أو أي حاجة خرجها من الجيم. ده جيم يخص لعيب اسمه رمضان صبحي مع إدارة كبيرة وعظيمة جدا لنادي كبير وعظيم اسمه إدارة النادي الأهلي. لا فيها شريف إكرامي ولا فيها كابتن إكرامي ولا فيها المستشار تركي آل شيخ ولا فيها أي حد من الناس دي. يعني إحنا بنستدعي ناس للموضوع هم مش طرف في الموضوع أساسا، مش طرف، يعني مش ظاهرين، مش طرف إن دي معلومة، ولا هم مش طرف، يعني هم في الموضوع لا متدخلين ولا لهم علاقة بالموضوع، ولا داخلين في البيع ولا داخلين في الصفقة ولا داخلين في أي حاجة ولا لهم علاقة بالموضوع. بنستدعيهم عشان نعمل موضوع ليه؟ فإذا إحنا مش محتاجين. دايما لما تخش موضوع اعرف أطرافه لعيب كبير اسمه رمضان صبحي ونادي عظيم وإدارة عظيمة اسمها إدارة النادي الأهلي.